اهلا بكم اعزائي المشاهدين. وانتهى اليورو، ايطاليا هي بطله اليورو، اول بطوله لايطاليا من سنين كتيره جدا، من 68 تاني بطوله او اول بطوله للمنتخب الايطالي. ماراثون كبير امبارح بين المنتخب الايطالي والمنتخب الانجليزي. العالمي والثعلب، ازيك يا سيفو؟ بركه ثعلب. الحمد لله. ازيك يا شباب؟ ميدو كسب يا عم. هو توقع انجلترا وانا توقعت، اتوقع ايطاليا وانا توقعت انجلترا. فيها زوما خلاص في المطعم اللي بس البنالتيز. بقول لك مطعم فيه كده سوشي هظبطك. بس انا حاسس، مش انا مش حاسس بس البنالتيز يعني مش نتيجه ماتش يعني. لا لا. توفيق. انا قلت مين هيكسب البطوله؟ بس جون انجلترا عالمي. ايه الجون اللي جابه انجلترا ده؟ اسرع جون في تاريخ اليورو. لا بس تاريخ نهائيات اليورو. بس الجون كله حاجه غريبه جدا، كاتم الكوره في الارض. لا ولوك شو، لوك شو عمل بطوله جامده جدا بصراحه. يعني لوك شو بالنسبه لمستواه هو ماجواير في البطوله دي، الاثنين جامدين جدا عن بقيه الموسم والمواسم السابقه. انا بالنسبه لي دول في البطوله دي عملوا تاريخ بالنسبه لهم في انجلترا كلاعيبه كوره مهمين، ومحدش بينتقدهم. يعني هم دايما عليهم انتقادات كتير جدا. ماجواير وده ماجواير شايط بينتي امبارح، شفت بينتي وش رجله الكاميرا دي؟ عايزه واحد يعني بيليه اللي يشوطها. صعبه جدا تشوف وش رجلك قنبله وتروح في الزاويه دي، صعبه قوي يعني. منتخب الايطالي امبارح يستحق الفوز. ارقامه كلها والاستحواذ والارقام كلها لصالحه، ارقامه كلها عاليه. بص يا سيف، انا اتكلمت لما كنا بنتكلم المره اللي فاتت، قلت لك ان واحده من الحاجات المهمه جدا اللي بتميز المنتخب الايطالي عن المنتخب الانجليزي المدرب وخبره المدرب في التعامل في الماتشات الكبيره. خلي بالك وحازم عارف دي مهمه. في مدرب واخد، يعني انت بتتكلم على مانشيني، واخد الدوري مع الانتر، واخد الدوري مع لاتسيو، سكوديتو مع لاتسيو، واخد الدوري مع مانشستر سيتي بعد 50 سنه، فعنده خبره كبيره. لما حتى لما انجلترا جابت جول، الرياكشن بتاعت ايطاليا كابتن حازم في هدوء، في لعيبه تقيله، في لعيبه كبيره في الملعب. ابتدوا ان هم كليني بيزيد من ناحيه الشمال ويعملوا زياده عليهم. واللي ساعد مانشيني واللي ساعد ايطاليا بالذات بعد ما ايطاليا جابت الجول التعادل يا كابتن حازم، ان ساوث جيت بانكت. هي بانكت على طول، راح مغير وغير طريقه اللعب الاربعه، موقف باكين الجنب. يعني هو كان عنده ميزه ان الوينج باكس بيروحوا وعاملين له مشاكل، عاملين مشاكل. وتعزى الجول اللي دخل، الكره معموله من تريبييه ومعموله للوك شو. اول لما قلب طريقه اللعب اربعه وقف الناس وراح ساب الاستحواذ ونزل ساكا عشان يلعب على الكاونتر اتاك مع ستيرلينج، هو خلاص بقى بيلعب جيم بلان مختلف يعني. وطبعا الاختيارات وبعدين برضو غير كده، لعب اربعه وطلع تريبييه ونزل ساكا وصبر قوي على ماونت من الشوط الثاني ما جاش. ماونت وحش قوي. هاري كين ما جاش، صبر عليهم كتير قوي. ماونت مش طلع في اخر الماتش خالص تقريبا، نزل جريليش، كان لازم ينزل من بدري. جريليش عنده برضه سرعه بيلعب على جماعه. جريليش لعيب جامد قوي، جامد جدا جدا يعني. انا مش فاهم، قعد على ماونت كتير قوي، ماونت ما ظهرش يعني، ما جاش. يمكن ماتش هاري كين وحش جدا، قعد فتره كبيره جدا. ساكا مع احترامي الشديد طبعا لعيب كويس قوي، بس ساكا مش هو اللي ينزل برضه يلعب يعني. انا مع في البطوله هو لعب كذا ماتش بس مش واو يعني. يعني في سانشو ممكن يلعب، الراجل راشفورد ده ما بيلعبش خالص، ما بيلعبش خالص. يعني انا بحس ان راشفورد ده مش موجود في دماغ ساوث جيت خالص، مع ان لعيب قوي جدا ولعيب مهم جدا في الدوري الانجليزي، لعيب من هدافين مانشستر يعني. فهو برضه تغييراته، وابتدى فودن مثلا، وعين فودن ده بقاش يلعب خالص. بس فودن كان مصاب في ماتش فاينل، تعرف التمرين يعني، بس برضه ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت يعني. فتغييراته غريبه. سيبك من بينالتيز، لان خلي بالك برضه بينالتيز. ايوه انا الجمله دي استغربتها، انت بتقول اختياراته غلط في طبعا الفنة. هو خلي بالك النهارده جريليش طلع قال لك انا كنت عايز اشوط، لان خلي بالك في انت الثلاثه لعيبه اللي نزلوا، ما ينفعش ان انت تنزل اثنين لعيبه يشوطوا الاثنين. انت كده اصلا مش مديهم رجليهم في الملعب في البطوله، وتنزلهم يلمسوا الكره مره واحده، والمفروض يشوط بينالتي يعني ديسايدر، او يقرر مستقبلك او يقرر البطوله. حاجه تانية تحط في جابوا الورقه بتاعت البتاع، حاطط ساكا نمره خمسة. المفروض نمره خمسة بتاع ده جداً. واحد من الناس الجامده الخبره بتاع فجريليش دايما اكيد هو اكيد مرقمها من زمان، واكيد عمل غلط. ما هو ده اللي بقول لك، في البينالتيز قال لك المدرب حط احسن واحد رقم واحد ورقم خمسة، دول يبقوا احسن ناس. والثالث كمان عشان ده اللي بيبتدي يخليك تخش الثقه انك ما تضيعش في اول بينتي، والخامس انت ده ممكن هو اللي بيكسبك البطوله. فدايما واحد وخمسه. هقول لك لقطه امبارح وقفت عندها شويه، من الدقيقه مثلا اخر ربع ساعه او ثلث ساعه الفرقتين واقفين، يعني تحس ان الفرقتين عايزين يروحوا لضربات الجزاء. الربع ساعه بس ايطاليا عايزه تجيب جول يعني. ايطاليا بس اخر ربع ساعه حاسس الفرقه يعني واقفه تماما. خلي بالك في فتره ايطاليا مانشيني عمل ايه؟ طلع ايموبيلي وحط انسينيا ونزل بيرارد، ولعب بيرارد راس حربه لانسينيا، وبعدين راح مغير تاني وتشال انسينيا خالص، وراح منزل بيلوت راس حربه
لعب هجام بيقدر كان هيجيب جول. فهو يعني الفرقه اللي بتلعب على للمكسب ايطاليا اكتر، عايز يلعب عايز يغير التاتا اللي قدام. يعني هو ابتدى مين قدام؟ بايموبيلي وانسيني وكيزا. نهى الماتش بمين؟ ببيلوتي وبيراردي وبرناردسكي. فهو عايز يضغط، عايز يجيب جون، بيغير التاتا اللي بيعرفوا يجيبوا جوان. مفاجاه بالنسبه لك ايطاليا تكسب البطوله؟ مين؟ مفاجاه بس زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت باحداث البطوله هم الاحسن بصراحه. يمكن ماتش اسبانيا كان اسبانيا افضل، هم اوحش ماتش لعبوه. لكن امبارح قوام بدنيا اعلى بكتير. مش الشوط الاول كانوا وحشين، دخلتين جون وكشوا، بس الشوط الثاني والثالث والرابع سيطره استحواذ. النهارده ما تبص رقم التسديد على المرمى كام، قول للناس 19 تسديده لايطاليا و6 لانجلترا. التمريرات 700 التمريرات التمريرات 700 300 لا وبص على التسديد على المرمى 6 2 التسديد على المرمى 6 2 لا عامه ان توتال يعني 19 6 ده التارجت يعني فرق شاسع يعني. لا واستحواذ انت بتلعب في ويمبلي على ملعبك على فكره كل الارقام كلها يعني في ايطاليا منتخب ايطاليا كل الارقام استحواذ وشوط وتمريرات وانا هسالك حاجه اقول لك حاجه خلينا نقول ان الفرقتين زي ما انت بتقول كانوا عايزين يروحوا للبنالتيز صح؟ طب ايطاليا عارفين لو راحوا للبنالتيز ان هم يكسبوا، عندهم جول كيبر جامد جدا في البنالتيز، عندهم لعيبه بس على فكره بيكر كان كويس بصراحه يعني بيكر في البطوله دي في البطوله كان كويس وصد بنالتيين هيعمل اكتر من كده يعني روما جامد بتاع جونينيو دي جماعة دون روما عنده 22 سنة عايز اقول لك عايز اقول لك صعبة جدا وكان ممكن يخلي ايطاليا تكسب وراح معاها وصدقها ظاهرة برضه غريبة جدا قالوا ان وجود الفار بيخلي دايما اللعيبة ترجع لورا خطوة ترجع لورا بس الفترة اللي فاتت في العالم الاجوال اصلا الاجوال بس في العالم كله في ضربات الجزاء الفترة اللي فاتت نسبة كبيرة جدا راح عشان في دراسة دلوقتي في موضوع ضربات ضايعة عشان دلوقتي الجول المدربين بتوع الجول كيبرز مش زي زمان بيسيبوا يلعب على التوقع يعني كان زمان مثلا ايه يقول لك مثلا ايه روح اتنين ورا بعض دلوقتي اوقف لا دلوقتي بيدرسوا بيدرسوا بالظبط اللعيب اللي داخل ده اخر خمسة شاطهم فين كام في هقول لك حاجة هتستغربها جدا في الدوري المصري يعني في الدوري المصري كنت بقرا ارقام كده يعني بعد اقرا ارقام مثلا في كام ضربة جزاء مين شاط مين افضل واحد في اسامي افضل ناس شاطوا مثلا في الدوري الممتاز مثلا رامي صبري واحد منهم علي معلول بن شرقي كويس مثلا شاط 8 ضربات جزاء 7 في نفس المكان يبقى عيب بقى حسن المرمى ما بيدرسوش كويس الراجل بتاع احمد ما بيدرسش يعني انا بتجنن مثلا ان انا انت شفت ما هو معنى الكلام ده ياكل كلام ميدو ان هو بيلعب على القرايه مش بيلعب على التوقع في البطوله دي بينتي جه كذا مره في السوشيال ميديا بعد ما بينتي ماتش فرنسا البرتغال وفرنسا وبنزيما داخل بيبي عمال يقول لي الجول شمال عمال يشاور له كده وجون راح يمين برضه هو قال له يا ابني ما انا قايل لك ما هو بيتمرن شايفه 40 مره فهي ساعات بتبقى انت عارف اللعيب بتاعك بيشوط فين وما بيغيرش وساعات المدرب بتاعك ما بيبقاش مديك المعلومه صح زي ما انت بتقول 7 في نفس المكان طب انا لو انا مذاكر اقول لك وانا قاعد كده اقول لك هيشوط هنا بس عايز اقول لك انا اقتنعت بحاجه الجمهور اللعب كوره ده في البطولات الكبيرة الجمهور حاجة تانية خالص طبعا موضوع تاني خالص فاشن مختلف قصة تانية خالص وروح تانية خالص بتهيألي ان الجمهور لو مش موجود في المدرجات في الدقيقة 100 والدقيقة 105 و110 اللعيبة ما تلعبش بنفس الروح ما تلعبش طبعا شفت كوبا امريكا عاملة ازاي؟ ميتة يعني سيبك ماتش الفاينل وماتش الفاينل برضه وحش قوي يعني كان كله ضرب بس طول ما ميتة لا تقارن باليوروبا خالص لازم الدوري المصري هنا وهنا تحس الجمهور يرجع لازم الجمهور يرجع لازم نحارب الجمهور يرجع الجمهور ان شاء الله باذن الله في طريق شفت المشهد امبارح بعد المباراه الجمهور الانجليزي مع الجمهور الايطالي للاسف حاجه يعني صعبه الجمهور الانجليزي بص يعني للاسف اجريسيف جدا عند الخساره وعند المكسب على فكره التخوفات اللي كانت موجوده عند الحكومه البريطانيه والحكومه الانجليزيه امبارح برضه عند المكسب ان هم هيكسبوا وهيكسروا برضه ليستر سكوير وهيكسروا هم كده هم كده بس انت انا لو انت مش قادر تامن الناس بنسبه 100% ما ينفعش تدخل جمهور وما ينفعش تجيب بطوله عندك ما ينفعش يعني ما ينفعش ان انا الفيديو اللي شفناه امبارح ما ينفعش ان انا اروح اتفرج مثلا على مباراه منتخب ايطاليا او حتى جمهوره لا طبعا غير مقبول كده لا بص هو كوره يعني انا في رايي اللي حصل امبارح هياثر على انجلترا جامد كنا فاكرين دايما ان البلاد العظمى او البلاد القويه او البلاد اللي عندها ثقافه مختلفه المشجعين بتاعها لكن متعصبين في كل مكان دول العالم الثالث دول العالم الاول في الكوره في تعصب بيبقى جهل بيمحي المخ صح ويبقى جاهل بيبقى متعصب لدرجه ان هو يضرب واحد عشان ماتش كوره او يستنى واحد عشان يضربه في دماغه عشان يعلم عليه صح امبارح شفنا يعني انجلترا بلد عظمى انا ما صدقتش شفت الفيديو شفت الاتيتيود بتاع الناس ده اقتحموا الويمبلي بعض الناس منهم اقتحموا الجيش لا شفت موقفين بره اللي بيعدي واحد لابس ازرق ففي في كل بلد هتلاقي دلوقتي الكوره
للاسف مش بس دول العالم تقول لك احنا مثلا في مصر او مش عارفين تعصب حاجه مقيته، لكن في العالم المتقدم نفس الكلام. صح، محتاجين حاجه ثانيه. بس بعض الناس برضه مش كل الناس اكيد، لكن بعض الناس اللي الجهل المتعصبين بيلغوا الدماغ خالص ساعه الماتش الكوره. بشكرك استاذ نائب. حبيبي يا سيفو الف مبروك. ايوه سيفو توقعات. ده بقى ببارك لي بعد العشاء. ايوه ما انا بقول لك توقعات 100 العشاء شوف بقى. بس انا قلت، انا قلت ايه اتمنى إيطاليا. انا نفسي اتمنى، انا مبسوط يعني مش متضايق على فكره، انا نفسي ايطاليا تكسب يعني. انت سمعت قبل كده حضرت حازم امام قبل كده بيقول مثلا انا فعلا في دي غلط في اي حاجه بصفه عامه يعني؟ لا. انا اتمنى بص انا الغلطه ان انا ما حطيتش ده. انا هي الماتش اصلا تقول يا عم انا خسرت التوقع يعني. بس انا مبسوط لان انا عايز ايطاليا تكسب يعني مش متضايق. خلصنا يعني مره زمان احكي لك بس قصه مش تعرف بس على الموضوع انت فكرتني في الموضوع ده تمام. مره زمان كان عامل خلاص بعدين بقى خلينا ننهي الحلقه وبعدين نشوف الحلقه. كان عامل كان عامل ايه؟ كان عامل انا معاك كان في افريقيا في مالي 2002 كان عامل اعلان للويب سايت بتاعه www.hazimimam.com تيشرت كده بيلبسها في البتاع، فكان عاملها واسعه كده عن بعض. فقلت له يا حازم قربها من بعض عشان في الـ في الـ في اللينك بتاع البتاع ده. هو انت ما شفتهاش؟ شفتها في اللحظه نفسها. اتفضل شفتها في الماتش. لا انا قلت لك بعديها يا بيه خليك معايا. انت بتشرح لنا ولا بتناقشه؟ لا انت قلت لي بعديها. ايوه بعديها عشان شافها خالص. ايوه خليك معايا خلاص ماشي اقول بقى بعدين. عشان تقول هو مش غلط ابدا يعني، هو ما بيغلطش. انت فاهم على عميد والله صح والله. ابن الذي لازم يجيبها من هنا ويجيبها وديها هنا يقول لك اصل دي لو حصلت. شوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله.